السلام عليكم. في شهر رمضان اشرب كميات كبيرة من الماء في الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور، وبما أن درجة الحرارة المرتفعة تسبب المزيد من التعرق، من المهم شرب السوائل للتعويض عما يخسره الجسم من سوائل خلال اليوم 10 أكواب على الأقل. كما يمكن زيادة كمية المياه التي تتناولها من خلال تناول الأطعمة الغنية بالسوائل.